السلام عليكم. سامسونج جالاكسي الازيرو 4 بشحال تناخذوه حنا من الشركه قبل ما نبيعوه لكم؟ شنو هما الميزات اللي فيه وشنو هما العيوب ديالو؟ واش يستحق تشريو هذا التليفون ولكن ما احسن منه بنفس الفئه السعريه؟ هادشي كلشي غادي نجاوب عليه في الفيديو ان شاء الله. هذا خوتي حنا كناخذوه من الشركه ب 1400 درهم، ممكن اكثر واحد شويه ولا اقل واحد شويه. بمعنى الا كنتي فشي فيلاج بعيد يعني كيكون زائد مصاريف النقل، انت خويا غتعرف ان هذاك السيد راه ممكن يطلع لك اكثر لان فيه مصاريف ديال النقل. كنتي في المدينه بالضبط في شارع اللي معروف اللي فيه الكرا غالي، يعني راه ممكن يطلع واحد شويه في الثمن طالع. غير هو تنصحك اخويا هذا الا بغيتي تشريه ولا اختي بغيتي تشريو هذا التليفون ما تفوتوش فيه 1500 درهم في جميع المدن المغربيه، 1500 درهم وماكسيموم. المهم هذا البيع ديالو غالبا كيتباع ما بين 1450 درهم حتى 1500 درهم. اذا من بعد الثمن غادي نجيو للميزات والعيوب ديال الهاتف. احسن حاجه عجبتني في التليفون هي الكونيكتور، كيجينا من نوع سي تيب سي، باش كتلقى كونيكتور تيب سي بفئه سعريه اقل من 1500 درهم، هذا راه شي حاجه ممتازه. حتى الكاميرا الخوت، الكاميرا كتجينا ب 50 ميجا بيكسل، باش كتلقى ثاني كاميرا 50 ميجا بيكسل فئه سعريه اقل من 30000 ريال، جي جامي في. المهم ما كايناش كاع شي شركه اخرى. بالنسبه للعيوب ديالو هما البصمه، ما كاينش فيه بصمه، شي حد كان باغي التليفون فيه البصمه، هاد سامسونج ازيرو 4 ما فيهش لومبرات، ما فيهش بصمه. بالنسبه للبروسيسور ديالو كيجينا من نوع يونيسوك، واحد النوع ديال البروسيسور كيبقى عادي، ما ضعيف ما مزيان، بين وبين، يعني هاد التليفون راه غير موجه للالعاب، الناس اللي باغيين التليفون على قبل يجوه بلا ما تاخذوه غير موجه للالعاب، ولكن بالنسبه للاستعمال العادي اليومي تليفون ممتاز، يعني التنقل ما بين تطبيقات، تصفح في الانترنت، يعني فيسبوك، واتساب، مكالمات الو، لان السوفتوير ديال سامسونج راه معروف من احسن السوفتوير اللي كاينين في العالم، سوفتوير خفيف سلس سريع، ما كيطلبش بروسيسور اللي مجهد. يونيسوك مثلا مع 68 شي حاجه زائد 4 جيجا في الرام راه قاضي الغرض. نجيو دابا البطاريه، راه تجينا ب 5000 ملي امبير، ما تنظنش كدعم شحن سريع، كيبقى ربما 10 واط هي اللي كاينه، ولكن كتبقى مزيانه. بالنسبه للتصميم كيف ما تلاحظوا التصميم ديالو ما بيهش مزيان، كيبقى مسرد اذواق، هنا الدار ديالو غير بلاستيك ما تيتبصمش، واحد الشكل زوين فيه عاوتاني واحد لوبسيون مزيانه، دوبل كليك كيتفتح التليفون، دوبل كليك كيعاود يتسورت، شي حاجه زوينه عاوتاني بلا ما نقعد كليك على بالنسبه للعلبه ديالو ما كيجيناش فيها ليزيات للاسف، مابقاوش كيديروا ليزيات، كاين غير كابل وشاحن، ما عرفتش شحال فيه من واط صراحه، تتشرشوا عليه نتوما، ما عرفتش واش كيدعم الشاحن السريع ولا لا. بالنسبه للالوان كيجينا بلون اسود، لون ابيض، وهاد اللوين، وكاين لون اخر عاوتاني. بالنسبه للشاشه تجينا من نوع بي ال اس ال سي دي مع تردد ديال 60 هرتز، كتبقى شاشه عاديه ماشي شي شاشه اللي نيت، ولكن كيما تعرفوا الشركه ديال سامسونج عندها شاشات مزيانين قاضي الغرض. بالنسبه للثمن راه هادشي اللي كاين الخوت، لانه ما يمكنش تلقى شي شاشه من نوع الاموليد اقل من 1500 درهم، راه مستحيل. قلنا دابا واش التليفون يستحق تشريه ولا لا؟ بكل صراحه الا خدينا بعين الاعتبار 1500 درهم مع الميزات اللي فيه التليفون كيستحق تشريوه، انا تنصحكم تشريوه، ماشي تنقول لك باش تشري معدي، انا ما غاديش نقول لك ارسل جميع المدن المغربيه واحسن ثمن في المغرب، هذاك الشيء عمرني ما درتو، عمرني غادي نديرو، انا غير كنساعدكم اخوتي، كنقول لكم بالضبط شحال تيدير في الشركه، راه تيدير 1400 درهم في الشركه، وفي كل جميع المدن المغربيه ما يمكنش تفوت فيه 1500 درهم مستحيل، وخضر المغرب كامل كيبقى ثمن البيع ديالو ما بين 1450 درهم حتى 1500 درهم، الا خدينا تقريبا 1500 درهم مع الميزات ديالو والعيوب ديالو اللي هي غير لومبرانت هي اللي ما فيهش. بروسيسور كيف ما قلنا شي شويه بينه وبين، ولكن الى قارنتي البروسيسور ديال الشركه ديال سامسونج لانه فيه واحد السوفتوير ممتاز كيبقى خفيف، بروسيسور استعمال عادي غير موجه للالعاب، راه كاين التليفون ديال الالعاب راه معروفين، شي واحد اللي باغي لي جو وبغيتي تليفون مزيان لي جو كنصحك تاخذ ريدمي 10 سي، بقاو في هذا التليفون الخوت. بالنسبه ل 1500 درهم كيبقى بون افير، 29000 ريال كاع راه مزيان، الا شي حد قال لك اكثر من 30000 ريال بلا ما تاخذ من عنده خذ من عند شي واحد اخر. كيف ما قلت لكم الخوت راه ما تنقولش لكم حتى تقول لي باغي تبيع سلعتك باغي دير الاشاره، لا خذ ريدمي احسن من سامسونج، حتى اللي كيدير الاشاره ما كيجبدش سميت شركه اخرى، ما كيدير الاشاره حتى شي شركه. التليفون كيبقى مزيان 30000 ريال كيبقى مزيان. كاين عاوتاني سامسونج جالاكسي ازيرو 4 او فيه 3 جيجا في الرام و 32 جيجا في الستوكاج، حتى هو غنديروا عليه فيديو. وكاين ازيرو 4 اس، ازيرو 4 اس حتى هو ان شاء الله غنديروا عليه فيديو. هادشي اللي كاين الخوت، نعتذروا على الغيبه الطويله اللي غبنا عليكم، تنتمنى منكم بارطاج ديال الفيديو، واللي ما ابغيش يتابونا راه جايين فيديوهات اخرين ان شاء الله. السلام عليكم.